بوابة الخليج إلى العالم، إنها إمارة الفجيرة. تقع الفجيرة على خليج عمان، يشكل موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز بوابة شرقية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ترتبط إمارة الفجيرة بشبكة طرق حديثة مع كل المدن في الدولة. لقد حب الله الفجيرة بطبيعة ساحرة وطقس جميل وشواطئ مشمسة، مما جعلها نواة لجذب السياح والرياضيين ومحبي الرياضات البحرية. يمثل مطار الفجيرة الدولي وميناء الفجيرة العالمي بوابتين رئيسيتين للسياحة والتصدير، حيث يقعان في منتصف المسافة بين دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأقصى. انطلاقاً من رؤية استراتيجية لحكومة الفجيرة، قامت مجموعة الفجيرة للإعلام بتطوير العمل الإعلامي لتساهم في تعزيز مكانة الفجيرة كوجهة سياحية. مدينة الإبداع هي المنطقة الإعلامية الحرة في الفجيرة، وهي إحدى المناطق الإعلامية الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تأسست سنة 2007 بمرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. كما تتميز المنطقة الإعلامية بتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالتراخيص الإعلامية والإدارية والتعليمية والتكنولوجية، كما استقطبت العديد من المستثمرين وكبار الشخصيات الإعلامية والمشاهير ليكونوا عائلة إعلامية تحت مظلة المنطقة الإعلامية الحرة.